مراحل العلاقة الجنسية عند الرجل من الفكرة إلى النشوة. يلي الانتصاب دخول الجسم في عدد من المراحل التي تتحكم في جودة العلاقة الجنسية ومستوى الرضا بين الطرفين. أولاً، مرحلة الإثارة الجنسية، حيث يحدث الانتصاب نتيجة لمحفز حسي أو نفسي أو كلاهما، مما يوسع الشرايين الموصلة للقضيب ويملأ الدم التجويف الكهفي بالقضيب في كامل طول القضيب، وبالتالي يزيد حجم وصلابة القضيب وتنقبض عضلة كيس الصفن، مما يرفع الخصيتين لأعلى. ثانياً، مرحلة ذروة الإثارة الجنسية هي ثاني مراحل العلاقة الجنسية، والتي يتشبع عندها الأعضاء التناسلية بالدم فتتضخم رأس القضيب ويزيد حجمها، مما يزيد من الإحساس بالعلاقة والوصول للنشوة للطرفين، كما يصبح لون القضيب أغمق نتيجة احتقانه بالدم أثناء الانتصاب، وتزيد حجم الخصيتين وينشأ إحساس بالدم في المنطقة بين الخصيتين وفتحة الشرج. وبالطبع خلال تلك المرحلة الحاسمة يصل الرجل لقمة إثارته الجنسية، حيث يزيد معدل ضربات القلب ويصبح تنفسه أسرع، مما يجعله أقرب للمرحلة التالية. ثالثاً، هزة الجماع والقذف. هزة الجماع هي أقصى درجات النشوة خلال العلاقة الجنسية، والتي تصاحب بحدوث القذف، وعن طريق حدوث انقباضات واسعة بالجهاز التناسلي تبدأ الانقباضات بعضلات الحوض وأنبوب الأسهر لتنقل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى القضيب، وتنقبض العضلات بالبروستات والأوعية المنوية لتفرز السائل البروستاتي المغذي وخلطه مع الحيوانات المنوية من الخصية، ليخرج بالنهاية السائل المنوي الذي يتكون من مزيج من السوائل المغذية بنسبة 95% والحيوانات المنوية بنسبة 5%. ومع حدوث ذلك الانقباض تخرج كميات كبيرة من المواد الكيميائية بالمخ، والتي يصل بها الرجل إلى قمة اللذة الجنسية. وفي تلك المرحلة لا يستطيع الشخص إيقاف القذف، وتستمر هزة الجماع عند الذكور ما بين 10 إلى 30 ثانية. رابعاً، مرحلة الاسترخاء. بعدما يحدث القذف يدخل الجسم في مرحلة التعافي والاسترخاء، ففي هذه المرحلة تكون ضربات القلب متسارعة مع تسارع وعمق التنفس، وقد يصاحب بالتعرق. ومرحلة التعافي بعد العلاقة الجنسية تصاحب بفترة من الوقت بدون إثارة جنسية، وتلك الفترة تختلف ما بين دقائق إلى أيام. ذلك الاختلاف في مرحلة الراحة يختلف من شخص لآخر والعمر، وفي حالة وجود أمراض مزمنة كأمراض القلب والسكر ومستوى هرمون الذكورة بالجسم. لكن إذا لم يحدث القذف بعد الإثارة الجنسية فإن فترة التعافي تطول، وقد يشعر الرجل بألم في الخصية والحوض نتيجة للاحتقان واحتباس السائل المنوي.